السلام عليكم الاخوان، انا هي مرت داك السيد منير رمزي اللي ضربوه المخازنيه في دار بوعوده. المخازنيه بايد القايده، بايد القايده ديال القليعه. شتتت جميع الاسر، حتى واحد مسكين ما خلاته ترزق الله. شتتتهم كاملين، ضربوه اخويا حاط طويب لتو كيبيع في الحوت. جاو المخازنيه قلبوا ليه الطابله وبداو عليه مينطو، بداو عليه خويا بلاصه راه الراس مفرقع من هنا من الجبهه ومن هنايا. امينت اخويا امينت، ضربوه امينت مسكين. وراه كاع الناس كتعرفوا كوكي القليعه ضربوا عاوده، كلشي خويا كيعرفوه. هما مالهم اللي خلاو الشفاره، مالي البزنازه، مالي الكوكايين صحيح، مالي الحشيش. وجاو الواحد كيبيع جوج صنايط قاد تاعو الحوت، داو لي الحوت اخويا داو لي رزايقه. حرام عليه اخويا من جهه الله، حرام عليه. كاع الناس كيعرفوه، كاع الناس كيعرفوه مسكين كترزق الله على وليداتو. ضربوه اخويا دقوه بالعصا فرقعوا ليه الراس، راه طايح قدام الكوميساريه ديال كوكي. طايح اخويا ساعتين والمخزن باش عيط لنا على الاسعاف. قالوا ليهم خلي هاد الكلب طايح داير لنا الشغيب. داير الشغيب، شنو هو الشغيب؟ هي انه حاط طويب لتو تاع الحوت وكيبيع وكيشري، ما شفار ما بزناز ما كيتلقى. كل شي واحد داير شي سيف كراها نخلاو هربوا. وهذا مسكين حاط عصنيط قاتو وتعداو عليه، داو ليه رزيقو شتتو ليه حوت اخويا ودكوه في عظامو. راه في انعاش، راه خويا في انعاش، راه اليوتيوب دخل ليه تشوف الفيديو ديالو كامل. مسكين دمايات في الارض هو ساعتين. ها هو خويا مغيب اخويا مع عاقش طلعوا انعاش. مغيب اخويا يخلي لي اخويا جدراري ما عدتش مصير عليهم. ما عنديش اخويا لا حلال لا حرام، انا جالسه. ما لا قالوا لي اخلي مختي دعيتهم الله، دعيتهم اختي الله. انا كنطالب بالحقوق ديالو من عند القايده ديال القليعه اللي شردت عائلات، شردت اسر، شردتهم ما خلاتهمش يرزقوا على الله. ما حسش بهم، ما عارفاش المدخول ديالهم من غيجيبو. واش هاد السيد اخويا غادي يمشي يتلقى؟ غيمشي يتلقى. انا كنطلب من الله سبحانه ومن جلاله الملك ياخذ لي اخويا حقي، لان هاد الراجل ديالي الى توفى غيخليني متشرده، غيخليني اختي متشرده في الزنقه، غيخليني غيخلي لي اخويا وليداتي في الزنقه ضايعين. وما عنديش خويا، عندي الله اللي غيوقف معايا خويا، ما عندي حتى شي حاجه. القايده ديال القليعه والمرود ديالها تعداو لي على راجلي وضربوه ليا، وهو مينط وداو لي حوتو وداو لي رزيقو وقيل عمرو غيدو ليه. والسلام عليكم. حق يا ربي، عاش محمد السادس، يا ربي تنصفي عليهم يا ربي.